بكم طلابنا الأعزاء الصف الحادي عشر المادة علم الاجتماع الوحدة الثانية. درسنا اليوم هو بعنوان نظريات علم الاجتماع وهو الدرس الثاني. رأينا في الدرس الماضي نظريات علم الاجتماع، الدرس الأول فيه وكان أخذنا النظرية الاجتماعية مجموعة من التصورات والمبادئ لما هنالك، وأخذنا النظرية الوضعية التي ذكرناها بأنها تعتبر من أهم النظريات في علم الاجتماع ومن أهم روادها أيضا أوغست كونت مؤسس الوضعية وإيميل دوركهايم إلى ما هنالك الذين جعلوا، ورأينا الانتقادات التي وجهت لها بأنهم جعلوا الإنسان موضع التجربة، أن حددوا الإنسان بأنه يخضع للتجربة والملاحظة. اليوم سوف نرى النظرية الوظيفية، ما هي النظرية الوظيفية، ما هي أهم أفكارها وأهم الانتقادات، سلبياتها وإيجابياتها. طبعا النظرية يعتبر منها من النظريات الاجتماعية الذي يشبه المجتمع مثل الكائن الحي، يعني كل كائن أو كل عضو أو كل فرد يقوم بوظيفته في هذا المجتمع، طبعا عبارة عن نظام متجانس سواء في المنزل في المدرسة في أي مؤسسات، إلى ما بأن هناك رابط يجمع جميعهما، كل من يؤدي دوره أو يؤدي وظيفته سواء في المدرسة أو في المؤسسة أو في المنزل، كل فرد أو كل عضو يقوم بوظيفته على أكمل وجه، عبارة عن نظام متجانس، علاقات مترابطة، وتحليل هذه الأدوار وتحليل دور كل فرد كل شخص إلى دوره المعين من خلال مجموعة المبادئ وأهم المفاهيم والرموز التي تربط بينهم. طبعا أهم روادها في هذا النظرية الوظيفية تالكوت بارسونر وروبرت ميرتون. طبعا بالمقابل كل هذه الأدوار كان لها وجهت بعض الانتقادات سوف نراها. طبعا خلق مجتمع مقابل بأي أنه جعل وضع المجتمع في قالب جاهز، يعني الحد من حرية المجتمع أو تقدم المجتمع خالي من التناقضات، دافعت عن قيم البرجوازية والرأسمالية، أصبحت خدمة لهؤلاء، أصبح موضع خدمة لهؤلاء، الاهتمام على الجوانب الثابتة دون الاهتمام بالتغييرات الذي يطرأ على المجتمع، أصبح نصب اهتمامه على الجوانب الثابتة دون النظر في التغييرات ومواكبة التطورات، إهمال ذلك الجانب، المبالغة في محاكاة نموذج طبيعي، النوع من المثالية، يعني أصبحت مثالية في ذلك الأمر، أصبحت بعيدة عن الواقع، استبعاد فكرة التغيير الاجتماعي، ونحن نعرف أن التغيير الاجتماعي هو الأساس في المجتمع، يعني مواكبة التطورات والتغييرات الاجتماعية، لكن النظرية الوظيفية استبعد ذلك الأمر الذي ذكرناها بأنها مجتمع مقولب أي يناقض التغيير الاجتماعي. هذا كان بالنسبة للنظرية الوظيفية. لدينا النظرية التفاعلية الرمزية، التفاعلية رمزية عن مدى، وهي منها يعتبر من أهم النظريات الاجتماعية، يعبر عن العلاقات والتفاعلات الاجتماعية بين المجتمع ومدى التفاعل بين الأشخاص وبين المجتمع، ومن خلال ذلك تحليل أنساق أو تحليل أعضاء المجتمع، تحليل أنساق المجتمع ومدى الترابط والتفاعل بين الأشخاص، نسميها نظرية التفاعلية الرمزية. وأفعال الأفراد تصبح ثابتة لتشكل لدينا منظومة أو رابطة أو مجتمع متماسك. طبعاً وفي ذلك الحياة حصيلة من تفاعلات بين البشر وبين المسببين، الحياة الذي يتناولها البشر بأنها حصيلة من التفاعلات بين مجتمع معين أو قرية معينة أو أي دائرة أو مؤسسة معينة، يعني من خلال التراكم والأدوار التي يدرون على فترة زمنية يشكل لدينا تراكم من التفاعلات، ما يجعل هذه التفاعلات إيجابية فيما بينهم. أهم روادها جورج هيربرت ميد وهيربرت بلومر وأرفين غوفنمان. أهم مصطلحاتها التفاعل، أي التفاعل فيما بين الأفراد، أي سلسلة من الأنساق بين التفاعل بين الأفراد، أن يكون يتميز بالتفاعل والحيوية بين الأفراد ومدى يكون هذه التفاعل إيجابياً.
المرونة يعني مرونة في التعاملات، والمرونة والحيوية في العلاقات الاجتماعية، أن يتسم بالمرونة في التفاعلات والحيوية من خلال علاقات الأفراد فيما بينهم. الرموز، وذلك أن نحدد شيء سواء كان بالألفاظ أو بالمعاني، تحديد رمز لكي أستطيع أن أحدده. النظرية التفاعلية الرمزية يعني بحاجة إلى الرمز لكي نحدد الشخص الفلاني، الدائرة الفلانية. الوعي الذاتي يعتمد بالأساس على وعي الإنسان بالذات، عن الوعي الشخصي، ذات الإنسان أو الشخص بذاته، لكي نستطيع أن نحكم على العلاقة بين الشخص والآخر أو التفاعلات فيما بين الأشخاص والآخرين. طبعا هناك بعض انتقادات وجهت لها أنه كان نوع من الغموض، الغموض عن ماهيته أو الغموض عن كيفية التعريف به، وعدم صياغة براهين وحجج كافئة استمدت على الأفكار الجاهزة، أو عدم صياغة براهين وحجج كافئة لأنه لم يلم بإثباتات كافية في رمزية التفاعلات، وتقليل التفاعلية الرمزية وعدم ربط التفاعلية بين الأبنية المجتمعية. الغموض وعدم الصياغة هما الأثرى أكثر شيء من تقليل التفاعلية، الحد من توسيع دائرة التفاعلية بأنها وضعها على شكل جاهز في بين الأبنية المجتمع أو بين العلاقات التي يسودها في المجتمع والعلاقات فيما بين الأفراد. هذا كان بالنسبة للنظرية الوظيفية والنظرية التفاعلية، فنرى بعد ذلك النظرية الصراعية والنظرية التبادلية. وشكرا لكم.